بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محاضراتنا لمادة الاتصالات، موضوعنا اليوم راح يكون حول Noise in Pulse Code Modulation BCM. محاضرة اللي مضت أخذنا Pulse Code Modulation وقلنا الهدف الأساسي من BCM هي عملية تحويل للأنالوج سيجنال تو ديجيتال سيجنال. والمراحل الأساسية اللي موجودة بالبي سي ام هي أول مرحلة هي السامبلينج، وقلنا السامبلينج هنا عملية تحويل الكونتينوس سيجنال إلى ديسكريت سيجنال، بحيث ما راح ناخذ كل الإشارة اللي هي كونتينوس، إنما راح ناخذ مجموعة من السامبل من عندها، وشرط هذه العدد من السامبلز أن يكون عندنا اعتماد على السامبلينج ثيوري اللي هي تنطيني قاعدة كم عدد من السامبلز آخذها حتى أقدر أسترجع الإشارة الأساسية. فاعتمدنا أنه السامبلينج ثيوري تفرض أنه يكون عندنا الF سامبلينج المفروض يكون أكبر أو يساوي 2 في تردد الإشارة الانبوت أو 2 في B. هذا هنا راح ينطيني بعد السامبلينج إشارة راح تكون ديسكريت إن تايم، لكن ستيل الامبليتود مالتها هو متغير، لذلك احتاجينا المرحله الثانيه اللي هي الكوانتايزيشن. وقلنا بالكوانتايزيشن راح تصير عمليه ديسكريت ان امبليتود حتى ابدي اقرب السامبلز حسب الكوانتايزيشن ليفلز، ثم بعد ذلك راح نحصل على اشاره ديسكريت ان تايم اند ديسكريت ان امبليتود، وتكون مهيئه ان استخدم الانكودينج حتى نقدر نحصل على اشاره ديجيتال. وشفنا بالمثال اللي اخذنا الاشاره اللي هي كونتينوس، شفنا انه اول مرحله طبقناها عليه هي السامبلينج، بحيث اخذنا مجموعه من السامبلز حسب التي اس او الاف سامبلينج اللي اخذناه، فاخذنا هذه المجموعه من السامبلز، ثم بعد ان اصبحت عندنا ديسكريت ان تايم الان تحولنا الى الكوانتايزيشن، واخذنا الكوانتايزيشن ليفل حددناها، وبدينا نسوي عمليه تقريب او مابينج للسامبلز مع الكوانتايزيشن ليفل حتى ننطي لكل سامبل الكود الخاصه بالكوانتايزيشن ليفل. هنا نريد نبين شنو مقصود بالكوانتايزيشن ايرور او الكوانتايزيشن نويز ان بي سي ام. الحقيقه انه كل سامبل هنا راح ناخذه نبدي نقربه على الليفلز اللي خاصه بالكوانتايزيشن ليفلز حتى نطي الكود. لو اخذنا هذا السامبل اللي قيمته 2.9 نلاحظ انه احنا قربناه على الكوانتايزيشن ليفل 2.5 وانطيناه الكود الخاصه به اللي هي 110. الان هذا السامبل اللي هو 2.9 راح يرسل على انه 2.5، وبالريكونستراكشن راح يسترجع على انه 2.5 وما راح اقدر ارجعه للقيمه الاساسيه 2.9. هذا الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة اللي راح تعتمد بالبي سي ام سيستم، هاي نسميها كوانتايزيشن ايرور. يعني هذا ال 2.9 الى 2.5 اللي هي تقريبا 0.4 هذا راح يعتبر كوانتايزيشن ايرور، وهكذا في كل النقاط. الان هاي القيمة اللي هي تقريبا 0.3 او 0.4 راح تقرب الى 0.5 وراح تعتمد 0.5 وما راح نقدر نرجعها للقيمه الحقيقيه، لذلك نعتبر هذا الكوانتايزيشن ايرور. لذلك الكوانتايزيشن نويز او الكوانتايزيشن ايرور نقصد به هو بعد عمليه الكوانتايزيشن is the process of transforming the sample amplitude xs of KTS، يعني عدد من السامبلز لكل سامبل ناخذها of the message x of t اللي عاده ما يتكرر ضمن التايم t KTS into a discrete amplitude sample. شفنا حولناه الى discrete من خلال الكوانتايزيشن level taking a finite set of possible amplitudes. Once quantized, the continuous signal can never be reconstructed exactly. وهذا اللي قلنا انه السامبل ابو 2.9 ما راح نقدر نرجعه بالفعل 2.9، وانما راح نرجعه على الليفل اللي قرب اليه اللي هو 2.5. The random error، هذا الراندوم ايرور اللي قلنا الفرق راح نسميه quantization noise. Thus quantization is artificially generated by a quantization process prior to be transmitted. وهذا quantization راح يكون عادة ما قبل الإرسال، لأنه راح يصير عندنا عملية quantization ثم بعد ذلك الإرسال. الآن نفرض أنه عندنا consider an input
x of t of continuous amplitude الرينج مالتها يعني إشارة عندنا القيم تتدرج بين minus a max إلى a max assuming a uniform quantization. هاي العبارة شنو نقصد بها؟ إحنا فرضنا بالquantization يكون uniform quantization. شنو معناه؟ معناه إنه بين level و level أكو مقدار ثابت. يعني إذا فرضنا إنه الستيب سايز واحد راح يكون هذا بين كل level واحد. اكو نوع من الكوانتايزيشن يسموه مو يونيفورم، يعني ما معناه هنا راح يكون عندنا احتمال بين ليفل وليفل ستيب سايز، بين ليفل وليفل اخر ستيب سايز ثاني. احنا هذا ما راح يكون عندنا معتمد، وانما ناخذ فقط اليونيفورم كوانتايز. الستيب سايز از جيفن باي، اخذنا سابقا الستيب سايز هو 2 a ماكس على الام، والام هو التوتال نمبر اوف كوانتايزيشن. الآن النويز بالBCM quantization noise راح تكون معادلتها هو ثلث مضروب في A max square على M تربيع. هذا نقدر نكتبه شلون؟ ثلث A max، والM مثل ما تعرفون هي 2 أس N، بما أنه M square فراح يصير 2 أس 2N. هذا طبعا for binary BCM، لأنه هنا عندنا الميو اعتمدناها 2 على اعتبار أنه هنا binary. أما إذا هو مو binary فلازم نعتمد أنه هذا ميو أس 2N. الآن لو فرضنا let the mean average للإشارة f square t bar denoted the power of the message f of t. إذا فرضنا إنه هذا ال mean square average مال الإشارة يمثل لي ال power مالتها. The output signal to noise ratio of uniform quantization level S over N out quantization. هاي اللي ترمز للquantization error. هنا فراح نقدر نقول signal to noise ratio للquantization راح تكون هي المين average square للإشارة على النويز بالquantization. ونقدر نعوض هنا هذا هو مثل ما شفنا الquantization noise راح يكون ال F of T المين سكوير افريج مال اف اوف تي، راح يكون المين سكوير افريج مال اف اوف تي مقسوم على هذا المقدار الكوانتايزيشن، راح نحصل على 3 مضروب بالمين افريج سكوير للاشاره مضروب في 2 اس 2 ان اللي هو يمثل لي ام سكوير مقسوم على اي ماكسيموم سكوير. طبعا هنا فور 1 اوم لود، اذا كان عندنا المقاومه المطينه مو 1 اوم يعني ما معناه لازم نقسمه هنا على ار. ناخذ مثال على النويز بالبي سي ام. Assume x of t is a random signal and has equal probability to be anywhere between ms over 2 and minus ms over 2. لذلك راح تكون عندنا x of t has a uniform probability density function. يعني ما معناه هذا دي يقول عندنا إشارة معينة تتغير بأسلوب منتظم حسب هذا الفرض اللي منطينا إياه بين أقصى قيمة إلها اللي هي ms over 2 وأقل قيمة إلها هي minus ms over 2. لذلك هنا الـ bx لو إجينا نسميها bx راح تكون قيمتها 1 على ms ضمن الرينج x أكبر أو يساوي minus ms over 2، أصغر من ms over 2 وبغير قيم تكون قيمتها صفر. هذا مقتنع بالمثال إنه الإشارة يكون شكلها وتوزيعها بهذا الجانب. شنو اللي يريده من عندنا؟ يريد من عندنا بهذا المثال أن نحسب له signal to noise ratio بالنسبة للquantization noise. هنا المنطيني إنه المين مال الإشارة يكون mx يساوي لنا صفر، والفارينس مالته يساوي لنا المين افريج للاشاره، يعني من نوجد الفارينس هو نفسه يمثل لي المين افريج بالاشاره. احنا نعرف السيجنال تو نويز بالنسبه للكوانتايزيشن، واللي يساوي لنا المين افريج للاشاره على الكوانتايزيشن نويز، واللي حسبناه يساوي لنا 3 في المين افريج للاشاره في ام سكوير اللي هي تساوي لنا 2 اس 2 ان على اي ماكس سكوير. الآن نحتاج أن نحسب هذه القيمة على اعتبار القيم الأخرى موجودة.
ال x square of t أو ال f of t المين افريج الها راح تكون تساوي لنا الفارينس، ومثل ما نعرف الفارينس نقدر نوجده من خلال الانتجريشن ضمن الرينج اللي بموجوده الداله اللي هو من ماينس ام اس على 2 الى ام اس على 2 اكس سكوير بي اكس دي اكس، وهذا اذا اجينا سوينا له انتجريشن عوضنا راح نحصل ام سكوير اس سكوير على 12. الان نطبق بالقانون. اول بدايه هنا عندنا ثلاثه، هنا المين افريج اللي هي حسبناها ام سكوير اس سكوير على 12 مقسومه على الاي ماكس سكوير. الاي ماكس مثل ما شفنا اقصى قيمه يوصلها هي الام اس اوفر 2، فالاي سكوير راح تكون ام سكوير اس سكوير على 4 مضروبه في الام سكوير. نشوف الآن نطبق نشوف المعادلة ايش راح نحصل، راح نحصل على ام سكوير ويساوي لنا 2 اس 2 ان، يعني في هكذا سؤال راح يكون عندنا سيجنال تو نويز ريشيو تساوي لنا ام سكوير واللي هي 2 اس 2 ان فور باينري بي سي ان، والان هنا نقصد به نمبر اوف بيتس. هذا هو سيجنال تو نويز ريشيو بالنسبة لهذا المثال. اكزامبل اخر، اسيوم اكس اوف تي ا فول لود سينيسويدال موديليشن سيجنال اوف امبليتيود 8 which utilize all quantization level provided. يعني الآن انطاك الإشارة، افرضها ان تكون عندك سينيسويدي والامبليتيود مالتها A، اوجد لنا signal to noise ratio مالتها. Consider the case of full load sinusoidal modulation signal of amplitude A which utilize all representation level provided. إذا الإشارة X of T راح تساوي لنا A cosine omega MT. إذا أول شيء حتى أوجد السيجنال تو نويز ريشيو عندنا القانون يساوي لنا 3 مضروبة في المين افرج الإشارة مقسومة على أي ماكس سكوير مضروبة في الإم سكوير واللي هي هنا بالباينر راح تصير 2 أوس 2 إن، تحتاج أن أوجد المين افرج للإشارة، ومثل ما تعرفون هذا كوساين فراح يكون أي سكوير أوفر 2، وأقصى قيمة اللي هي الأي ماكس مالته أي. إذا نجي نعوض هنا 3 في المين افرج مثل ما حسبنا اي سكوير اوفر 2 مقسوم على الاي ماكس اللي هي 1 على اي سكوير مضروب في الام سكوير، وهنا راح يطلع عندنا السيجنال تو نويز ريشيو بالسينيسويدال 3 على 2 في ام سكوير او 2 اس 2 ان فور باينري بي سي ام. وهنا uniform quantization mean the state level is identical for all level but we use non-uniform for particular speech، لكن بعض الأحيان يستخدمون non-uniform for particular speech. روح إلى مثال آخر. المثال هنا يقول a sinusoidal signal is transmitted using PCM system. The signal to noise ratio should be greater than 13 dB. Find the minimum number of quantization level يعني قيمة الكابيتال N and minimum number of bits required to represent each sample to achieve the above performance. وقيمة الكابيتال M هنا أنا مثل ما حدد لنا بالسؤال إنه signal هي sinusoidal. إذا the signal is sinusoidal so the signal to noise ratio is مثل ما قيمتها عرفناها signal to noise ratio في quantization راح تكون قيمتها 3 على 2 مضروبة في 2 أوس 2 ان. طبعا هاي مثل ما قلنا فور باينري بي سي ام، لان اذا مو باينري راح يكون هنا عندنا ميو بدل 2. اذا حتى نحسبها بالنسبه للدي بي اذا لازم ناخذ هذه السيجنال تو نويز ريشيو ناخذ لها مقدار العشرة لوج، لذلك قلنا فور دي بي سيجنال تو نويز ريشيو بالنسبه للكوانتايزيشن وي نيد تو تيك 10 لوج هذا المقدار. نطبق عليها راح نشوف هنا 10 لوج 3 على 2 مضروبة في 2 أس 2 ان. هنا راح نبسط هذا المقدار، راح نشوف أول حد راح يكون عندنا 10 لوج 3 على 2 زائد 10 لوج 2 أس 2 ان. طبعا هذا المقدار راح يكون قيمته ثابتة مقدار 1.76. المقدار الثاني راح نلاحظ بأنه الأس هنا 2 ان راح يجي ينظر في العشرة فراح يصير عندنا 20 في ان لوج الاثنين، وبالنتيجه راح نحصل على سيجنال تو نويز ريشيو بالدي بي مقداره 1.76 زائد 6.02 في ان فور سينيسويدال سيجنال. هنا ننتبه انه هذه المعادله تطبق فور سينيسويدال سيجنال لما يكون عندنا باينري بي سي ان.
نطبق هذا الكلام هنا عندنا بالسؤال منطينا 13 دي بي راح تساوي 0.76 زائد 6.02 مضروبه في الان. من هذا راح نوجد قيمه الان تطلع عندنا 1.86. طبعا النمبر اوف بيت ما يكون عندنا عدد كسري وانما لابد ان يكون انتجر، لذلك راح نقرب ال 1.86 الى 2 بيتس. والمطلب الثاني اللي رايده قيمه الام، والام مثل ما تعرفون تساوي 2 اس ان، الان عندنا معروفه اصبحت 2، اذا الام راح تساوي لنا 2 اس 2 وتطلع قيمه الام تساوي لنا 4. لهنا يكون انتهت محاضرتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.